للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلنا مراد البطوش. أهلا بك مراد. النتائج الأولية غير الرسمية، هل يمكن القول بأنها غيرت المشهد السياسي أو كفيلة أن تغير هذا المشهد في المستقبل المنظور؟ ربما بالنظر إلى هذه النتائج الأولية غير الرسمية، ونحن ننتظر النتائج الرسمية في وقت لاحق هذا اليوم، ربما يمكن النظر إليها على أنها لم تحقق تغييرا جذريا في كثير من الدوائر اللبنانية، لكنها حققت اختراقات مهمة تحمل دلالات سياسية وحتى اجتماعية. على صعيد الشارع المسيحي، المهم والحدث الأبرز في لبنان هو تقدم القوات اللبنانية. الماكنة الإعلامية للقوات اللبنانية تتحدث عن 20 مقعدا، وهو عدد يرتفع بحدود 5 مقاعد عن برلمان 2018. في المقابل هناك تراجع للتيار الوطني الحر، الكتلة المسيحية الأكبر منذ عام 2005 بحدود 3 مقاعد حتى هذه اللحظة، وبالتالي هذا يحمل مؤشرات مهمة حول طبيعة مرحلة المعركة الرئاسية القادمة. على صعيد الثنائي الشيعي، أمل وحزب الله حافظا على المقاعد التي كانا يحتفظان بها في 2018، لكن هناك بعض الدلالات الرمزية حول مناطق نفوذ تقليدية خصوصا في دائرة الجنوب الثالثة التي خسرها الحزب لصالح مقعد لقوى اليسار. أيضا هناك اعتبارات مهمة لطبيعة قوى المجتمع المدني والحراكات التي تسمي نفسها بأنها وليدة لحراكات 2019. كان هناك تقدم بحدود 7 مقاعد، العدد مرشح أيضا للتزايد في الساعات القليلة القادمة. هناك أيضا من الملاحظ بأن بعض الشخصيات التقليدية المحسوبة لبنانيا بأنها موالية للنظام السوري خسرت مقاعدها في النتائج الأولية بانتظار طبعا النتائج الرسمية. هناك من الملاحظ أن دعوات المقاطعة بالنسبة للتيار السني لم تحقق أهدافها في بيروت الثانية كعمق للتيار المستقبل، لكنها تراجعت بطبيعة الحال في منطقة طرابلس خزان الأصوات السنية هناك. شكرا لك مراسلنا مراد البطوش من بيروت.